الصمود والابتكار في مواجهة الأزمة، التفكير في سكن الغد، هو موضوع الدورة الرابعة لمعرض العمران للعقار إكسبو 2020 التي افتتحت فعاليتها بالرباط بمبادرة من مجموعة العمران. موضوع هذه السنة يتوافق تماماً مع الظرفية الحالية، مشاركة العديد من الفاعلين خاصة الجهويين، على اعتبار أن بمقدور هؤلاء مساعدة الوزارة في تنفيذ خطة إنعاش فعالة لتوفير سكن الغد يلبي التطلعات المختلفة للمواطن من حيث الجودة والوفرة. نظرا للوضعية الوبائية غادي يكون 100% افتراضي، وهذه سابقة الوطن ديالنا وخصوصا تدار من طرف يعني مؤسسة ديال عمومية. هي كذلك مناسبة باش تقدم مجموعة العمران العروض ديالها على المستوى الوطني من خلال الشركات الجهوية ديالها والوكالات الإقليمية، ومناسبة كذلك باش نقدموا البرامج الحكومية في هذا القطاع. مجموعة العمران بذلت جهوداً حثيثة في مجال القضاء على السكن غير اللائق وإيجاد مساكن للأسر محدودة الدخل والنهوض بالسكن الاجتماعي وتقليص العجز في السكن.